قال يرحمه الله ويأجره. أما الدعاء الخامس فروى ابن أبي شيبة عن داود بن ناقد أنه قال قلت لعبيد الله بن عبيد الله كيف هذان الشيخان يعزيان يعني ابن الزبير وعبد الله بن عمر كان يقولان أعقبك الله عقب المتقين صلوات منه ورحمة وجعلك من المهتدين وأعقبك كما أعقب عباده الأنبياء والصالحين. وروى ابن أبي شيبة عن سمرة أنه كان إذا عزى مصابا قال صوره فيديو لهذا